أنتم تشاهدون الآرامية. أعزائنا المشاهدين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الأمسية. أعزائي المشاهدين، بعد قليل سنكون مع بعضنا البعض في سهرة روحية جميلة، سهرة حول كلمة الله، سهرة حول كلمة الحق، سهرة حول كلمة الشفاء، سهرة حول كلمة الخلاص، سهرة حول كلمة السلام اللي احنا بنعيشه في هذا العالم المضطرب. وبنتمنى ان بيتنا يكون فيه سلام، بيتنا يكون فيه محبة، بيتنا يكون فيه وئام، بيتنا يكون فيه اطمئنان. والعالم لسه بيبحث، وملايين البشر يبحثون عن السلام، عن المحبة، عن اللقاء. واحنا عندنا هون اغلى شيء في الوجود كلمة الله بتورجينا وين حلول المشاكل، فين اصل السلام، فين اصل المحبة، فين اصل العون اللي الانسان بده اياه، في شبع، في سرور، في كلمة الله. أعزائي المشاهدين، كما تعلمون أيضا أن احنا كمان في هذه الفترة في فترة جمع العطاءات للأرامية. مش عايز أتكلم كثير عن المصاري، لأن أنا أعرف شخصيا أن الكلام الكثير عن المصاري غير مستحب لدى الكثيرين، لكن بنبهكم أني زي ما أنت عندك ميزانية في البيت، متين تدفع الكهرباء، متين تدفع المي والكتب تبعت المدارس والكالج ومصاريف الكلية ومصاريف هذا ومصاريف ذاك، كلنا في البيوت عندنا ميزانية معينة وما بتنتظر إذا المعاد إجا تبع الكهرباء تدفع الكهرباء، إذا المعاد إجا تبع الكلية لتدفع التويشن كل شهر ولا كل ثلاثة شهور ولا كل ستة شهور لازم تندفع، وإلا ابنك يصير برا الكلية إلى حد ما يجيب المصاري ويرجع يدرس. فهذا بالنسبة لهون في الأرامية، هون كل شيء قائم عن الصلوات، على التبرعات، على العطاءات، على تقديم الهبات لكي ما تستمر هذه الخدمة، خدمة الإنجيل لرفع راية الإنجيل عاليا في العالم أجمع، على شمال أمريكا وعلى الشرق الأوسط من خلال الإنترنت. زي ما ذكرت، أنا ما بدي أحكي كثير على المصاري، لكن لازم تعرفوا أن من وراء الشاشة، من وراء الكاميرات هذه اللي احنا قاعدين قدامكم، في أشياء كثير، متطلبات كثير لتستمر الشاشة اللي انتم بتنظروا للخدمة من خلالها مستمرة وتفتح بابها لتنشر الكلمة. ولا سيما احنا عايشين في الأيام الأخيرة هلا، اللي الكتاب بيقول ان كلمة الله لازم تنتشر ثم بعد ذلك يأتي المنتهى، وهذه وسيلة الرب وضعها، وضعها بين ايدينا، واحنا اتمنى عليها كلنا جميعا، كل مسيحي ما يهمش طائفته، طالما بتنتشر رسالة الإنجيل ده هو المهم. وبعد هيك ربنا بيتدخل وبيسد الاحتياج عن طريقك وعن طريقي وعن طريق المؤمنين في كل أنحاء العالم بيتكاتفوا لنشر رسالة الإنجيل. ما في شيء مبني على الأشخاص، الرب يسوع هو رأس الكنيسة، الناس بيروحوا، أعظم مبشر في العالم يقعد سنة تنتين عشرين تلاتين ويروح، والرب يعين حدا بداله، وهلما جرى. فخدمة الرب لازم تستمر، هذا اللي تحطه في قلبك وفي عقلك، اللي دي خدمة الرب راح تستمر بغض النظر عن الأشخاص. الأشخاص بيروحوا ويجوا، يروحوا ويجوا، وربنا بيكرم عمله. واحنا اليوم بنوصيكم على عمل الرب، ويمكن هذا آخر شيء تسمعوه مني، اني اليوم احنا لسه في حملة العطاءات. فأرجوكم اللي يحب يعطي شهادة الرب على بالتليفون يتفضل، اللي ما يحب اسمه يعلن وبيحب يعطي بخفاء أهلا وسهلا، بنرحب بذلك.
فالإخوة موجودين على التليفونات لاستقبال تساؤلاتكم، طلباتكم، صلواتكم، تبرعاتكم، كل شيء بدكم تسأل عنه إحنا موجودين هون. ولكن إحنا موضوعنا غير شكل اليوم، بيدور حول مواعيد الله في الضيقات. ليش عم تحكي في الضيقات؟ ما تشي احكي عن شيء أحسن يفرحنا شوي، على الانتصارات. ما إحنا بنحكي على الضيقات لأن من وراء الضيقات في انتصارات. إيمان. ما في حدا في الحياة يقول لي أنا ما عندي مشكلة. إذا بتقول لي أنت هلأ ما عندك مشكلة، أقول لك أنت ميت، مش عايش في الحياة. لأن المشاكل بتقابل الأشرار وبتقابل الأبرار. لكن يا بخت المؤمن لما بتجيله الضيقات لمين يروح؟ آمين. رفعت عيني إلى السماء من حيث يأتي عوني. طيب الشرير لما تجيله الضيقات شو يعمل؟ يا ويلي الطبيب النفساني والطبيب الفرداني والصديق الفلاني وما حدا مريحه. والمواعيد كلها موجودة هون، هون في هذه الكلمة المباركة المقدسة. طيب اليوم معي مش غريب عليكم القس يعقوب ققيش راعي كنيسة يسوع نور العالم، أهلا فيك. طبعا الموضوع بمس الجميع اليوم، اللي عنده لاي أوف واللي عنده بروبلمز فاميلي بروبلمز واللي عنده هذا واللي عنده هذا وبنتي سببها كذا وولدي سببه كذا والهجرة والجنسية، مشاكل لا حصر لها في العالم. ودائما إبليس يحاول يكبر هذه الأشياء ويعملها أشياء غير عادية، يعني غير مستطاع النجاح فيها. والناس تحني كاهلها وتتهم وتتغم وما تقدر حتى ترفع راسها من كتر الثقة للمشين فيه. لكن احنا عارفين، احنا كمؤمنين عارفين في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. تفضل ورجينا موضوع اليوم، عون مواعيد الله في الضيقات. حقيقة حبيت اول شيء ايوه اني اعلق على كلامك في البداية. احنا صار لنا سنين نعمل مع الأرامية ونتفرج على الأرامية ونسمع الترانيم ونسمع يعني نفرح فيها، بيوتنا صارت كنائس. ايوه ايوه مشان الأرامية، ما كان عندنا هذا في السابق يعني. شايف أيوه. كيف؟ ايوه ونشكر الرب من اجل هذه الفضائية اللي عم توصل رسالة الإنجيل لكل شمال أمريكا وعلى الانترنت رايحة على العالم والإنترنت كله. على العالم كله. أها. والرب يسوع قال يا أحباء في متى 24، قال راح توصل تنتشر توصل رسالة الإنجيل في كل مكان في العالم وبعد ذلك يأتي المنتهى. والرسالة الفضائيات صاروا كثار، لكن الرسالة عم تنتشر في كل مكان في العالم. خلينا نعرف أنه حياتنا على الأرض قصيرة. وصحيح في ضيقات، في مشاكل في هذا العالم، في ضيقات في بيوتنا، يمكن يكون في بالعائلة في طلاق، في يعني أمور مالية صعبة جدا أو اجتماعية صحية صحية. أيوه. طبعا لما بيجي تقرير الطبيب يعني أنه الشغلة فيها صعبة. مشكلة حالة صعبة يعني شيء بيخوف طبعا. لكن يعني ياله المؤمن اللي وضع كل أحماله على الرب يسوع. مثل ما قال الرب يسوع تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أيوه. مهما كانت الضيقات والصعوبات والألمات، لكن بنعرف أنه في واحد اللي مر قبلنا قادر أنه يعطينا كل هذه الأشياء. مثل بولس الرسول عانى أكثر واحد تقريبا أكثر واحد في الضيقات. أيوه. عانى أكثر واحد، بعدد كل المشاكل اللي صارت في حياته. لكن مع كل هذا بتصوره في سجن فيليبي هناك. هذا يعني يفكروا الناس هذا مجنون، بيرنم وهو في السلاسل. هو فرحان. يعني بالجنازير هو فرحان في الرب. وفي نفس الرسالة، رسالة فيليبي، شو بقول بولس الرسول؟ بقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مين أنت يا بولس؟ أنت مربط مجنزر، كيف تستطيع كل شيء؟ حالتك محزنة. إيه في المسيح الذي يقويني. آه. مرات بنفكر إحنا بنقدر على كل شيء، صدقوني.
جرثومة صغيرة ولو كانت لا ترى بالعين المجردة فيروس راح تأثر علينا وتموتنا. لكن ما أحلى الإنسان لما يكون مسلم كل شيء للرب في حياته. أيوه. الرب راح يعتني فيه، مثل ما بقول في متى 6 اللي بعتني بطيور السماء لا تحصد ولا تزرع ولا تحصد ولكن أبوكم لكن السماوي أبوكم السماوي يقوتها. فإحنا أعظم من عصافير كثيرة. لهذا السبب يعني لما منفكر في هذه المحطة في هذه الفضائية نقول يا رب باركها صلي من أجلها ونشكر الرب في على كل شيء الرب أعطانا إياه ولو بني واحد نشكر الرب عليه. أمين أمين أمين. طب أنا جناب القس يعقوب راح أحط بعض الأسئلة هون للمشاهدين وإحنا بنحكي. أمين. وعايز أعرفكم أن التليفونات خطوطنا مفتوحة 248-416-1300 في أي وقت وإحنا بنحكي اتصل فينا، إحنا هنحكي معك مباشرة. بدك صلاة هنصلي معك، بدك سؤال معين هنحاول بكل إمكاناتنا نجاوب على هذا السؤال. إحنا بنحكي عن مواعيد الله، مواعيد الله قوية ثمينة فيها الفلاح وفيها النجاح وفيها النعم لكل شيء. لازم تعرف عزيزي المشاهد قبل ما نكمل في موضوعنا ان لما الله بيقطع عهد مع الانسان ما بيغير عهده. آمين. على الاطلاق. امين امين امين. وعد انا ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ما يتغير هذا الوعد. صح. لا اهملك ولا اتركك. عيني عليك. ترعاك. ما يغير رايه. امين. لك الله سنت انت صرت مش مؤمن في غيرت رايي. هذا الانسان يقول هيك. لكن الله صحيح. لا يغير عهده على الإطلاق. إحنا اللي بنمشي ونروح يمين ونروح شمال ونضعف ونتقوى وننزل لتحت ونطلع لفوق، لكن الله ثابت في مواعيده. أمين. بدي إياك تعرف من هذه اللحظة أن كل ما بنحكي عليه حاليا بأساسه في الضيقات أن مواعيد الله لإلك، خذها الآن لإلك مش لحدا غيرك. أنت اللي بتتفرج على الشاشة حاليا مواعيد الله لإلك وثابتة لا تتغير. طيب عنده بعض الأسئلة لكم، يمكن واحد يتصل فينا نفتح الموضوع شوي. ماذا تفعل في الضيقات لما تجيك الهموم والغيوم والمضايق؟ شو تعمل؟ شو تعمل؟ هل تكون أقوى وأنت تعبر فيها؟ يعني أنت كده تخش على المشكلة بجراءة وبقوة وعندك الحلول الشاملة لها؟ طيب هل تكون أضعف وأنت تمر فيها؟ أو بتنهزم. أو تنهزم مش قادر أحملها خلاص يا رب أنت وينك؟ وتصرخ كان ربنا غير موجود، وينك رحت؟ ليش تركتني؟ بيقول لا اهملك ولا اتركك. شايف الوعد؟ احنا اللي ما بنشوف. هل تفشل وانت تعبر فيها؟ هل المشاكل دي تقودك لشيئين؟ يا اما للفشل ام للنجاح؟ ام للنصره. هو بيحكي عن بولس مر في الامتحان بس قادته للنجاح. انت ما تعرف ولو ذره في اللقاءات قسى بولس، انضرب، غرق في المي، انسجن، هربوه من مكان لمكان، جلد. شو هذا؟ هذا عنده قوة غير عادية ولا شو هذا؟ هذا طرزان؟ لا مش طرزان. هذا عنده قوة عضلات؟ ما كان عنده قوة عضلات، كان عنده قوة من فوق. مع أنه بيقولوا عنه علماء اللاهوت بيقولوا عنه بولس كانوا عيونه مش مزبوطين. هاي شايف؟ وكان قصير القامة كمان وكان ضعيف. لكن لما تقوى في الرب قوتي في الضعف تكبر استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هذا هو لما نقوى في الرب يسوع المسيح منصير فوق الغيوم فوق الصعوبات. ولما لما نحلق فوق الصعوبات منشوف ان الصعوبات صارت صغيرة. مثل ما قال اخ مرة لما نطلع بالطيارة بنكون على الارض، لما الطيارة بتطلع لفوق منشوف كل شيء صغير تحت. واحنا بنحتاج دائما ان ننظر الى فوق. ايوه الى الرب يسوع المسيح. أه. الى السماء. طب اساس يعقوب راح يقول لك مش قادر انظر لفوق، انا هلا تعبان وظروفي العائليه متعبه جدا وما عندي القدره على الكفايه احط حتى اكل على الطاوله للاولاد، الوظيفه فقدتها وانا هلا محتار مين اروح شمال ولا يمين، وين الباب المفتوح؟ حبيبي هذا الوقت هذا الوقت. أيوه. اللي فيه بنتعلق في الرب. ايوه اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. أيوه.
لما بنتعلق بالرب في هذه الصعوبات ما في غيره اللي هو الحقيقة بيعزي وبملأنا بالرجاء للأمام. وهلا انت فتحت موضوع جنبي لهلا وانا بحكي معك، ممكن تهتم وتتغم وتنشغل، بس شو الفائدة؟ هتنهار اعصابك بصير معك ستريس وهارت اتاك. ايوه، لكن اذا قلت يا رب هذه كال للباكج كله، خده مزبوط، ارميه على الرب، ملقين همكم عليه، وبعدين في مشكله موجوده بس انت حطيتها امام الازرع الابديه لتحملها عنك. يا مش الرب ما بقول بقول تعالوا الي جميع المتعبين، ما بقول يا جميع اللي فرحانين. عندهم فرحانين واللي عندهم سلام وهيك شيء، طبعا للجميع. أيوة. بس لكن بقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال، لانه هدول الجماعه اللي بحاجه لرفع اكثر. ايوه بحاجه لتعزيه اكثر. ايوه حتى الرب يرفعهم ويعطيهم يعطيهم رجاء للمستقبل ورجاء في حياتهم اذا كانوا فاشلين، يعطيهم قوة حتى ينتصروا على كل الصعوبات الموجودة. هلا انت فكرتني بشيء ثاني حاليا ونحن بنحكي. الله ما يغلط ابدا. يعني لما خلق الانسان على صورته هي didn't make a mistake in you. طبعا يعني لا، خلقك فريد من نوعك. امين. يعني عزيزي المشاهد، وانت بتمر في وسط هذه الاحزان والمشاكل والمرض والمتاعب وشمال والاولاد والبنات، اشياء كثير في الحياة، اعرف ان انت فريد من نوعك والرب خلقك. أمين. على صورته. أمين. والرب ما عمل غلطه لما خلقك، ده فعلا خلق انسان يعتمد عليه. وده اعرف مكانتك في جانب الله، اعرف مكانتك في المسيح يسوع، وبعدين تقدر تشدد. تفضل. لما الله خلق في الخمس ايام الاولى خلق كل شيء. He didn't make a mistake. Everything was perfect. كل شيء حسن. ايوه مش هيك؟ لما خلق الانسان حسن جدا. عرفت كيف؟ يعني الانسان كان حسن جدا. لكن كل شيء وقال له تسلط من الخليقه حسن. ايوه. فقديش الرب اهتم فينا اهتمام عظيم، حتى انه ينزل من اعالي سماه، ينزل الى هذه الارض الشريره. حتى ربنا يسوع له كل المجد، يموت على الصليب مشان يرفع احمالنا واثقالنا. لهذا السبب نأتي إلى أحضان الرب في كل المشاكل والصعوبات، لأنه مواعيد الرب عظيمة جدا. ولما نتمسك في هذه المواعيد الرب قادر أنه يعطينا الغلبة. هون بقول في خروج 15-26 بقول فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا مما وضعت على المصريين لا أضع عليك. أيوه فإني أنا الرب شافيك. أمين. يعني كيف مواعيد الرب عظيمة جدا لنا لما نعود نفكر فيها جميعنا ونقول يا رب أشكرك، أنا الإنسان الشقي، أنا الإنسان الخاطي، أنا الإنسان الشرير، تأتي أنت لكي تموت عني على الصليب وتعطيني حياة أبدية. لكن وعده عظيم جدا، لا أتركك ولا أهملك. إذا وعد الرب راح يعطي يعني يعطي العصافير. مرات في الشتوية وجاي الشتوية والأرض كلها بيضاء ثلج وبتلاقي العصافير عم بيغردوا طايرين وعم بيغردوا فرحانين. الرب عم بيعتني فيهم. فإحنا مثل ما بقول للتلاميذ مرات الرب يسوع يا قليل الإيمان. لو خلي إيماننا يكون مبني على صخر الدهور الرب يسوع المسيح، نتمسك في هذه الموعد. كمان بذكرني داود نفسه لما كان مطارد من شاول، تعرف ترنيمة المصاعد. مزبوط. ارفع عيني الى الجبال. ليش؟ لانه كان متخبي في الحجر تبعت الجبال، ويجيبوا له الاكل بالتهريب، وعايش يعني اي ساعه في حياته راح يفقد الحياه. صحيح. شخص عايش مهدد ما بيعرف انه لا يعيش لبكره. بيمر في ازمه حياتيه. مزبوط. حتى الاكل مش لاقيه، ياكل عيش ناشف
يهربوا له الاكل. وحتى لما وقف امام جوليات كان ولد صغير شو جوليات كبير وهذاك جاي بالسيف والرمح والاشياء لابس هذه، الملابس العسكريه، يقول له انت تاتي بهذه الاشياء لكن انا اتي اليك باسم الرب. اي شوف بيقول ايه، ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني. مش أمين. من الشغل، مش من الزميل ولا الصديق ولا هذا كله هذا منيح، لكن من بس الرب بالنهايه هو اللي يعطيك الصحه، امين، يعطيك القوه لتتحرك من السرير تبعك للصبح لتطلع وتروح وتمشي وتفكر الله بص لفوق. يعني الانسان دائما الحزين محني هيك لتحت، صحيح، والهموم على كتفه كثيره، تقول له مالك يا اخي هيك حالتك، ليش انت ارفع راسك. هذا اللي كان بيقوله داود، ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني. وبعدين شو بيقول؟ معونتي من عند مين؟ جي ام، كرايزلر، فورد، العمل، الشغل، المدرسه، معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض. اذا داود نظر الى فوق حيث خالقه الكلية القدره. ليش ينظر فوق؟ لان الله قادر على كل شيء. ليش ينظر الى فوق؟ أن الله خالقه حاضر باستمرار. أمين أمين أمين. لا ينعس ولا ينام حافظك يا إسرائيل. كيف 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 بنعمل إحنا؟ لو وضعنا مثل ما وضع شدرخ وميشخ وعبدناهم. أوه هذول ثاني، هذول شغلة لحالهم هذول. الفتية الثلاث اللي كان وضعهم صعب جدا. لازم ينحنوا لتمثال او يركعوا لتمثال نبوخذ نصر. لكن كيف تمسكوا بمواعيد الرب؟ ايوه الههم، ايوه، وعرفوا وتاكدوا انه الرب راح يخلصهم حتى لو كانوا فيها تكون النار. احنا مرات كثيره بنصير في الاتون من الصعوبات اللي حوالينا في هذا العالم، لكن هل عندنا ايمان على انه الرب قادر انه ينشلنا من هذا الاتون ويعطينا سلام وفرح؟ أمين. في اعماق قلوبنا. وكان في صوره جميله اخرى في الثلاث فتيه، الملك عمال ينظر انه هو كان يعني زعلان نحطهم هناك في النار، ما كان راغب بس لازم ينفذ القانون الملكي فحطهم. اللي بيقولوا اللي قدام هذول راحوا ماتوا من اللهيب البر، من الحرس هذول، والملك قاعد من وراء بيبص كانه لابس نظارات شمسيه ولا ما بعرف كيف، بينظر للاتون بيقول لك احنا مش حطينا ثلاثه هنا، شاف واحد رابع، اوه الرابع شبيه بابن الالهه. انت في بيتك عندك مشكله، موجود ابن الالهه في وسط البيت. امين. وانت مش شايفه، صحيح، افتح عينيك عشان تشوف الرب موجود. موجود دائما. ايوه، مش بقول الرب انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. كثير من المرات بنسمع وكثير من المرات بنصغي ونحفظ بس وبنفتح التلفزيون وبنشوف الاشياء، لكن الرب بده حتى نفتح باب القلب. ولما نفتح باب القلب الرب راح يدخل ويصير هو صاحب البيت. ويبارك حياتنا. امين. ويبارك عائلاتنا. امين. ويبارك كل شيء. هاللويا. احنا بنحافظ عليه، لكن هو قادر أن يكون هو صاحب البيت. بدي اقول لك في واحد، ايوه، هذه القصه حكيناها قبل مده. في واحد غني جدا وعنده هذا القصر العظيم. اجى عزم الرب يسوع المسيح حتى يجي يكون عنده، واعطاه غرفه صغيره في هذا القصر. هذه طبعا شيء خيالي، مش حقيقي، لتقريب مفهوم روحي. مفهوم روحي، ايوه. واعطاه غرفه صغيره، ايوه، في هذا القصر. ده انا بحكي بالنسبه لي انا ذا واقف على الباب. ايوه ده الشيطان على الباب. هذا صاحب القصر فتح، والشيطان نزل فيه ضربه حتى يعني جرحه. عرفت كيف؟ وراح اجى بيحكي للرب يسوع، بقول له انت عندي في القصر وشوف شو الشيطان عمل فيا، وما انت اعطيتني غرفه واحده بالقصر تبعك. قال له طيب بعطيك جناح. ما بيكفي. قال له بعطيك جناح.
أعطاه جناح. رد أجا مرة ثانية الشيطان وقرع على الباب، هذاك فتح ورد نزل فيه جرحه. مرة ثانية ثالثة بيحكي للرب يسوع بيقول له أنا أعطيتك جناح، قال له أعطيتني جناح ما أعطيتني القصر. ما في 100%، 100%. قال له يا رب أعطيك القصر وأنا ضيف عندك. طيب خلاص. ثالث مرة دق الشيطان على الباب، مين اللي فتح الباب؟ الرب يسوع. شايف كيف؟ يدافع عنكم وانتم صادقون. واحنا لما نطع كل شيء بين ايدين الرب، ارمي كل شيء، ونقول له يا رب انت تعال واملك علي، واملك على مالي، واملك على كل شيء في حياتي، وشوف كيف الرب راح يباركك بكل بركه. هذه مواعيد الرب في الضيقات وفي المشاكل اللي احنا فيها. ما في غير ان نلتجي الى الرب يسوع. امين امين. حتى انه هو يعطينا السلام. أمين. الحقيقي. امين. في سلام في العالم. امين. لكن الرب يسوع شو بيقول؟ بيقول سلامي اعطيكم، سلامي اترك لكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. اذا سلام الرب هو المهم. الناس بيقولوا لما بيسلموا على بعض بيقولوا سلام لكم، سلام عليكم، سلام سلام. لكن أين السلام؟ شو نوع السلام؟ بدون رئيس السلام. أيوه أيوه. بدون الرب. أيوه يسوع. أيوه. المسيح. أنا هذا ذكرتني بشيء ثاني. إحنا عندنا في الشرق الأوسط بيبحثوا عن السلام، وكان معاهدة وقعت حالياً للسلام. كثير. تتوقع اليوم يقطعوها بكرة في صندوق سلة المهملات ويدور التفجيرات مرة أخرى. أها. فهذا شيء عملي بيفكرنا إن السلام اللي بيبحث عنه العالم، سلام الدبابة وسلام الفردة والطيارة والهذا، كله قائم على القوة. تروح القوة يروح السلام. في عندي صورة، في عندي صورة بالبيت حلوة. للرب يسوع المسيح. واقف على اليونايتد نيشنز، على يونايتد نيشنز. على بناية هيئة الأمم. وعم بدق على الباب. والناس متجمعين جوا بدهم يعملوا سلام في العالم، كل أنحاء العالم. وين السلام بدون رئيس الرب السلام يسوع المسيح؟ رئيس السلام. شايف كيف؟ فيا ليتنا ننتبه لهذا الموضوع يا أحباء، إنه الحقيقة لو إحنا أغنى ناس في العالم وعندنا كل شيء في العالم، لكن إذا ما كان في عنا مواعيد الرب العظيمة في حياتنا وسلامه. والرب يسوع المسيح بقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. هذه النفس اللي بحبها الرب، بحبك شخصيا ومات عنك على الصليب. أمين. في مرة بقوله، بسألوا واحد من رجال الله، بقولوا له لو أجى الرب يسوع المسيح ولقى شخص واحد في العالم، بس واحد، شو راح يعمل حتى يخلصه؟ قال بيخليه يصلبه. شايف كيف؟ طبعا عزيزي المشاهد، احنا هلا بنحكي موضوعنا النهارده عن مواعيد الله في الضيقات. ربما انت مريت في ضيقه والرب لمسك، وعندك اختبار تعزينا كلنا مع بعض، لان لما بتحكي اختبارك على الشاشه كل الناس الالاف المؤلفه بتسمع اختبارك وتتشجع، تقول ده في امل، في رجاء في المسيح. يمكن عندك طلبه صلاه، يمكن عندك سؤال معين، واحنا طرحنا بعض الاسئله ونكررها مره اخرى قبل البريك اللي هناخده. ماذا تفعل في الضيقات؟ شو تعمل؟ انا بعرف واحد بعرف اخ عنده حوالي 20 مرض، وعمل عمليات وادويه لا حصر لها كثيره، وهذا الشخص دائما فرحان في الرب رغم كل اللي معه، ودائما بقول اشكر الرب. أمين. احكي معنا. هل تكون اقوى انت تعبر فيها في المشاكل وفي الضيقات؟ ما حدا خالي من المشاكل. اوعى تقول لي ان انا عندي درع متين وتيجي علي المشاكل تطير في الهواء. ما في هيك، لان احنا بشر، والكتاب بيقول في العالم سيكون لكم ضيق، شيء معروف. طبعا. الانسان بيكبر، بيعيا، بيمرض، بيتعب، بيفقد اشياء كثيره، احباء عليه في الوجود، فعنده مشاكل بتكون. هل تكون اقوى وانت تعبر فيها ام اضعف؟ هل تكون اضعف وانت تعبر فيها كمان؟ هل تفشل وانت تعبر فيها؟ كلها اسئله حياتيه بتجابهنا كل يوم في اسراتنا، في كنائسنا، في بيوتنا. اعزائي المشاهدين، لسه ما سمعتش من حدا منكم
ارفع. انا عارف ان في كتير بيسمعوا هلا للبرنامج وعندهم اشياء كثير يضيفوها للبرنامج، واحنا ما بنقول ان احنا عندنا حل لكل شيء، حاشا لله، الله هو الوحده لديه كل الحلول، بس احنا كلنا بنحط افكارنا مع بعض وقلوبنا مع بعض وبنعبد الرب مع بعض، والرب بيتمجد في النهايه. امين. بيننا وبينكم. امين امين. فاتصلوا فينا 248-416-1300. طيب خلينا ناخذ وقفه قصيره وبعدها نرجع اليكم، فابقوا معنا. شاكرين كل حين. منذ 50 عام أتيت بعد أن كانت كلمة خمس حواس لوجه الحياة، ولكن اكتشفت حاسستي وهي القلب. لما كنت أتكلم ولكن تعلم التواصل. أتيت لأخذ فوجدت نفسي أتعلم العطاء. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إحنا النهاردة زي ما ذكرت في البداية في سهرة روحية مباركة عن مواعيد الرب في الضيقات. قل لي أسيس حبيبي أسيس يعقوب، ليش عمال تحكوا على الضيقات كتير؟ لأني في امتحان الضيقات في انتصار. ما تقدر تنتصر إذا ما كان عندك ضيق، تنتصر على شو إذا ما كان عندك شيء؟ ففي المحن مع التجربة الله بيعطي المنفذ، لما بيعطي المنفذ بيصير الإنسان مملوء بفرح الروح القدس. الله بيغمر حياته لأنه انتصر على شيء معين. وإنت في حياتك في أشياء بدك تنتصر عليها اليوم، ما بعرفها أنا. إنت بينك وبين الله تعرف الأشياء، الأمور اللي صايرة في البيت، الأمور اللي صايرة في العمل، الأمور صايرة مع زملائك، الأمور صايرة مع أصدقائك. والله عاوز يعطيك خطة للانتصار والتغلب على هذه الضيقات، على هذه الشرور، على هذه الصعوبات. فقط أنا ما بقدر أجبرك، ولا الأسيس يعقوب يقدر يجبرك. أنت لحالك اللي ممكن ترفع رأسك لفوق وتسلم كل شيء وتحطه أمام الرب وقول يا رب أنا تعبت، رحت شمال ويمين مش نافع، رحت للأطباء مش نافع، والدواء مش نافع، وهذا مش نافع، إذا أنا فشلت. ولما الرب يسمع كلمة أنا فشلت، أنا مش راح أقدر، خدها كلها يا رب، هو يتدخل. لكن الله لا يتدخل طالما أنت تقدر تحل كل شيء، وانت بفطنتك البشريه وفلسفتك البشريه قادر على كل شيء. ليش بدك الله اذا؟ الله بعيد. الا لما تدعوه انه يجي ويتدخل وتسلمه كل شيء. ما 95% ولا 95% زي ما حكى، القصر كله 100% بالتمام. وبعدين هو راح يفتح الباب ويقول لك انت هلا منقوش على كفي. انا الوقت عارف كل شيء عنك، وانا راح اتصرف بدلا عنك هلا. أنا راح أساعدك. عزيزي المشاهد، إحنا حاليا في حملة جمع العطاءات. ما تقدر تسمع رسالة الإنجيل بصراحة هون من هون من هذا المنبر، من منبر الأرامية، نشر رسالة الإنجيل بصراحة. إذا كنت بالشرق الأوسط إذا حكيت بصوت عالي في الكنيسة يجي البوليس يقفل الكنيسة. إذا حكيت بصوت عالي يمكن مباحث أو الدولة بتصغي شو بتقول. لكن هون إحنا عندنا الحرية إن نيجي لبيوتكم ونروح للعالم أجمع ونحكي بهذه المواعيد الثمينة والقوية من كلمة الله الحية والفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين. وأرجوك ارفع السماعة، قلنا أن تسمع طلباتنا وبتصلي لأجلنا هذا يكفي، أو قلنا أنا بدي أدعم هذه القناة، بدي أعمل شيء لنشر رسالة الإنجيل. أنا عارف أن القنوات كثيرة، لكن
الرب عمل الرب كمان كتير. وبيقول الكتاب الفعل قليلون، الحصاد كتير، لكن لسه الفعل كمان قليلون، لأن ربنا بده رسالة الإنجيل تنتشر إلى أقصى العالم، إلى كل نقطة في العالم. طب أسيس يعقوب فضل. طيب أخذ اتصال من أبو عماد. أهلا وسهلا أبو عماد، مساء الخير. مبارك اسم الرب. هاليلويا. أنت ولا أسيس يعقوب؟ الله يخليك حبيبي. الرب يبارككم ويستخدمكم ويمجدك. شكرا حياتي. حبيبي يعقوب، ليش ما قلت كان حتى أسجل لك إياها؟ نعم. على خيس يعقوب، ليش ما قلت لي حتى سجل؟ الرب يباركك حبيبي. اسلم يا اخوي، هلا بيكم. احبائي، احنا عايشين في تشطيبات الزمن طبعا، ويسوع جاي في اي لحظه. ايوه، احنا اولاد الرب لازم نكون مهيئين. نعم، اذا ما نكون مهيئين راح يكون مصيرنا مع الشيطان، لكن احنا ما بدنا الشيطان، نريد يسوع نفسه. امين. حيستقبلنا هو المجله. امين. الرب يبارك الارامي، وانا بصلي لكم دائما. شكرا، الرب يبارك. تسلم يا حبايبي. شكرا. هذا اخونا الحبيب ابو عماد، تعرف هو يبارك. الشخص ايوه اللي صار فيه امراض كثيره ودائما شاكر الرب. امين. امين. الرب يباركك حبيبي. امين. الرب يبارك يا اخوي، تسلموا. اهلا وسهلا فيك، مع السلامه. طيب احنا حكينا عن الثلاث فتيه، والرابع اللي شبيه بابن الآلهة اللي حفظهم. ويقول لك حتى ما كان عندهم ريحة الدخان ولا شعرة واحدهم احترقت منه ولا شيء. إلهنا عظيم. طيب اتصال تاني. ابن الملك، مساء الخير يا ابن الملك. أمين أمين. بنت الملك، شكرا. بنت الملك. بنت الملك، سوري. تفضلي يا بنت الملك. سلام المسيح معكم ومع روحك أيضا، تفضلي. قس جوزيف وقس يعقوب. أيوة تفضلي. أنا قبلت المسيح من 5 سنين و هاليلويا. وبس دايما لما بسمع خبر مش كويس بيروح الكلام مني، ليش ما بعرف. يعني بسمع خبر مرض، خبر بالعيلة، خبر بأولاد بنهار، وبس بصلي ياخذ فترة ليرجع السلام. هل أنا يعني بدي أعرف ليه، يعني في شيء معطل ما بعرف؟ السلام بيضل على طول اللي بيقبل المسيح؟ يعني بصير عندي كآبة لما بسمع مرض. أيوه. فبدي إنه تنصحوني. أنا راح أحكي جملة واحدة وبعدين أعطي القس يعقوب المجال. لازم تعرفي إحنا بشر بنتأثر بكل شيء في الحياة. طبعا اللي بيفقد حبيب على قلبه بيحزن شوي، والرب بيعطيه فترة نقاهة للتغلب والشفاء من الحزن. الإنسان اللي بيفقد عمله بيتعب شوي، لأن طبعا بيأثر على نفسيته، هذا شيء طبيعي لأن كلنا بشر. ما في حدا عنده إمكانيات جبارة إنه يصد كل شيء عنه وخلص تروح العملية في دقائق وثواني. لكن إحنا هون بنتكلم عن التسليم الكامل للرب، حتى في وسط الكآبة، حتى في وسط الحزن، حتى في وسط القلق، لازم تسلمي هذه الأمور للرب. وإلا إذا ما سلمتيها للرب الشيطان يلعب بعد هيك ويكبر لك المشكلة لتصير مشكلة كبيرة وشيء يحملك أحزان أكثر وكآبة أكثر وما تقدر تستمر في الحياة. ليش؟ لأن الشيطان فتحت له مجال. إحنا كلنا بنتعب، ما في حدا ما غير تعب، ما حدا يجي له المرض، كلنا بنمر في هذه الظروف. لكن اللي احنا بنحكي عليه، احنا إلنا سنيد، ما نخلي المشاكل تحرقنا، لكن أول بأول نعطيها للرب. تفضل القس يعقوب. مثل ما حكى القس يوسف حبيبي، الحقيقة احنا كبشر في هذه الأرض بعدنا يعني أجسادنا معرضة لمشاكل العالم، لكن نشكر رب اللي الروح القدس اللي دخل في قلوبنا وفي حياتنا أعطانا أمل، أعطانا رجاء حتى ننظر إلى الأمام، مش متمنا في حالتنا اللي احنا فيها. مهما جمعت كل المشاكل علينا، مثل بولس الرسول لما كان في سجن فيليبي حكينا عنه. أيوه. مثل الفتية الثلاثة اللي كانوا في أتون النار، هذه مشاكل عسيرة، كل هذه المشاكل. مظبوط مظبوط. بس إحنا كبشر كل الأشياء بتصير علينا، لكن
نتكل على الرب ونتحمل كل هذه المشاكل بوسط هذه الألام وننتصر عليها. مثل ما بقول بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنا ضعيف، بقول لبولس الرسول. بولس الرسول كان في عنده شوكة في الجسد وكان دائما يتذمر ويصلي ويصلي ويصلي. أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا العالم؟ الرب يقول له: يا بولس، أنا مش رايح أشفيك، لكن نعمتي تكفيك، لأن قوتي في الضعف لأن قوتي في الضعف تكمل. شايف كيف؟ فلما نتكل على الرب مهما كانت الصعوبات والشوكة في الجسد، لكن الرب راح يعطينا السلام الكامل في أعماق قلوبنا في وسط أتون النار. والرب يباركك. أمين. يا أختي، منصلي من أجلك. أمين. الرب يعطيك القوة حتى تنتصر، تتغلبي على هذه الأشياء في هذه جميعها. بولس الرسول بعدد كل المشاكل اللي صارت عليه في روميا إصحاح 8، لكن في الأخير شو بقول؟ وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب. بالذي أحب. والرب يباركك. في شيء كان لازم نفهمه كمان، المشاكل يا إما تكون لعلاجنا أو لشقائنا. صحيح. إذا فتحنا الباب للرب أن يشيلها صار الانتصار. الرب يعطينا مع أنها موجودة، لكن الرب يعطينا قوة للاحتمال. مزبوط مزبوط. إذا ما خلينا الرب يجي، النتيجة محتمة، تنزلنا لتحت، شدنا معها، بتفشلنا. بتفشلنا وما نشوف إلا المشاكل بعد هيك. مزبوط. فأعزائي المشاهدين، الرب موجود. احنا عايشين في امريكا، لما اروح اوعظ بالكراسي الامريكيه تعرف ان كل شيء هون بالسرعه. اضغط على الزرار تروح على البنك، اضغط على الماكدونالد يجي لك ساندويتش، اضغط كل شيء بضغط الزرار. واحنا فاكرين ان الله بضغط الزرار. الله له وقت وكل شيء. بالضبط. الله عنده وقته يتمهل ويعطينا. وبعدين لانه بالنسبه لوقت الله، الله ما في عنده وقت. الله ما في عنده وقت. الله منذ الأزل وإلى الأبد. بس إحنا بدنا إياه لما ندق. بالضبط. ليش ما استجاب؟ ليش ما أعطاني هاك؟ وليش ما أعطاني؟ صحيح. إحنا فاكرين الله قاعد على الدرايف ثرو تبع أمريكا، كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة. إسرائيل قاعدوا يلفوا في حراء سنين، يدوروا 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 40 سنة. مع إنهم إذا مشيوا لحالهم تأخذهم أسبوع ليوصلوا لأرض الموعد. أسبوع. لكن لأجل قساوة قلوبهم. الله له وقت. لما تدرس وقت الله في الكتاب المقدس تلقي عجائب. ليش الله عنده وقت؟ الله في وقته يرسل المعونة في حينها، في الوقت المناسب. أمين. وشو يقول على رب؟ ولما جاء ملء الزمان، الوقت المحدد، أرسل الرب ابنه. أمين. الرب يسوع المسيح. هذا كنا عم نحكي عنه امبارح. شايف؟ فعزيزي المشاهد، أوقات الله غير أوقاتنا. ويقول هو الكتاب: طرقكم ليست طرقي وأفكاركم ليست أفكاري. فخلي عندك دائما، حط في بالك في راسك فكر الرب وطرق الرب اللي انت بتترجاها، مش طريقتك انت. وبعد شهر بدي اياها تتحل، بعد يومين لازم يوجد لي السيارة، بعد 3 أيام لازم ابني يتخرج. ودوس على الزرار، دوس على الزرار زي ما بدك. الله له وقته الخاص. واللي يعبد الرب وعنده عشرة مع الرب ويصلي للرب يعرف طرق الرب ويتمهل. الله يعطيه الصبر من ثمار الروح. ثمرة من ثمار الروح الصبر. واحنا هون عايشين في عالم ما بده صبر، بده كل شيء هلا هلا، زي الولد الصغير بده كل شيء هلا، يضغط تطلع المصاري من الولد تبع بيه ويروح يشتري كل شيء بده هلا. صحيح. لكن الله ما بيتصرف بهذه الطريقة. بالضبط بالضبط. لما نعود نفكر في عمل الرب في حياتنا، لما منصلي منفكر انه الرب راسا راح يستجيب الصلاه فورا، والا مرات ما بسمع لي. مرات بيستجيب. طبعا. لكن حتى ولو لم يستجب، هل بتحبه له كل الحمد. لانه مرات كثيره بنطلب اشياء مش بحسب مشيئته. عرفت كيف؟ لما نطلب اشياء مش بحسب مشيئته الرب مش راح يستجيب. ليش؟ لانه لصالحنا. طبعا طبعا. لما اجي اقول للرب: يا رب انا بدي مليون دولار، او بدي بدي ممكن. بدي قصر. الرب بقول لك: انت ابني، وانا بعرف اذا صار عندك هذا الشيء راح تبتعد عني. تتكبر وتتجبر وتتزمر. والرب عارف مصلحتي اكثر مما انا بعرفها. لهذا السبب ننتظر الرب، مثل ما بقول في مزمور 27: انتظر الرب
وبحكيها مرتين انتظر الرب في نفس الآية، انتظر الرب وانتظر الرب، شايف كيف؟ في آخر آية في مزمور 27 ذكرتني بأيوب. أرضي راحت، أولاده راحوا، بيته راح، كل شيء، يقولوا له إلعن الرب. شو يقول لهم؟ الرب أعطى والرب أخذ، والرب أخذ، فليكن الرب مبارك. كل ظروف، مش بس وأنا غني أشكر الرب، أو أنا حزين، في كل ظروف. صحيح. ومرمي كان في الشارع يلحس القروح تبعته. شوف، من رجل عظيم غني يملك ممتلكات العصر لها، مرمي على الأرض. وزوجته تقول له إلعن. طبعاً وشخص يعني شخصية عظيمة جداً. شوف، إنه كان دائماً يشكر الرب. لكن في آخر الأصحاح هذا اللي بيفرحني، رد ليه الرب 7 أضعاف. يب. شوف يا مؤمن، شوف الكنوز اللي مرتبة ليك. ما هوش الوقت، اعطي وقتك للرب، خلي الوقت في يد الرب، خلي مشاكلك في يد الرب. مهما كانت الحالة اللي أنت فيها، في النهاية الرب سيعطيك المنظر 7 أضعاف. تعرف الرب أعطاه. أيوه. أعطاه ضعف مما كان عنده. لأيوب. الرب أعطاه ضعف مما كان عنده. أيوه أيوه، زاد كل وقتك. شيء، كل الأشياء اللي كانت عنده ردها لي، كل ما عدا الأولاد. ليش؟ ما أعطاه ضعف الأولاد. ليش؟ لأنهم مرتدين؟ لأنهم الأولاد بالسماء. أولاده بالسماء. لما قتلوا يعني راحوا. أعطاه قدهم، هذا ضعف صار. شايف كيف؟ وبقول الكتاب كمان عن بنات أيوب، كان أجمل بنات في العالم. شايف كيف؟ شوف الرب قديش بارك أيوب. تكلمت عن مزمور 27. ايوه. اخر ايه بتقول هنا في مزمور 27، بتقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. وانتظر الرب. بدي اقول للاخت اللي تلفنت. أيوه. بنت الرب. انتظري الرب وشوفي كيف الرب راح يعطيك انتصار عظيم جدا، بس ما تفشلي في حياتك. امين امين. وكمان لما بننتظر الرب، شوف الكتاب بيقول ايه؟ القلب المنسحق والمنكسر يا الله لا تحتقره يا الله. يعني الانسان اللي جاي بلستة يقول له اعطيني هذا واعطيني هذا، من غير تواضع، من غير محبة، من غير عشرة مع الله، شو تتوقع؟ مزبوط. انت هلا ما بتعرف الله لما بس يعطيك. لكن ايوب قال في كل ظروف، اخذ مني كل شيء احبه، اعطاني كل شيء احبه، أخذ مني كل شيء لسه أعبده مهما كانت الظروف، أنا أمين. بحبه الرب. أمين. أعطى والرب أخذ، وليكن اسم الرب مبارك في كل الأحوال. عزيز المشاهد، يعني في أيوه. كنت أفكر في دانيال. أيوه أيوه، هذا كنا في اللستة تبعتنا، دانيال في جب الأسود. دانيال في جب الأسود. في زمن الملك داريوس. أيوه. هذا داريوس كان في مملكة فارس ومادي. أيوه. هناك دانيال لما صلى للرب، كان ممنوع الواحد يصلي إلا للملك. لا طبعا. أو بإذن من الملك. وكان في علاقة طيبة مع الملك دانيال، كان يحبه الملك شوي. يا مع 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 كل الصعوبات كان دانيال يفتح نافذته تجاه أورشليم ويصلي للرب. شايف كيف؟ أيوه. وبعدين أنذره بحسب الوزراء اللي راحوا حطوا المرسوم للملك. الملك اللي صدر كمان. إيه أنذره، لكن فضل دانيال أن يكون في جب الأسود. لكن هو في اتصال مع مين؟ مع فوق، مع السماء. مع السماء. لأنه عرف حتى لو إنه داريوس نزله في جب الأسود، هذا الشخص راح الرب يخلصه. والأسود كانت جائعة يعني تأكل عظمه كمان. مثل ما قال أخ حلو جدا. أيوه. قال إنه لما جابوا نزلوا دانيال على جب الأسود. أيوه. والأسود أجت كلها، ملاك الرب كان حارس. أيوه. على دانيال. والرب أو ملاك الرب جاب أسد صغير وحطوا مخدة لدانيال. في هريش نعام ينخليها. فالرب كيف بيجازينا وبيباركنا مع كل الأخطار والصعوبات، هذه مواعيد الرب. شوف كلام المكشوف، قال له الملك، قال له يا دانيال، يا ابن الله، اللي بتعبده هذا حفظك ولا لا؟ صحيح. انت موجود؟
موجود. عرف عرف انه موجود. يا سيادة الملك انا هلا دي عظمة الرب مهما كانت يعني الكتاب لما بيحكي الأسيس يعقوب بيصور لنا صعوبة المنظر. واحد واقع بين أسود جعانة، ومش الأسود عايشة في الغابة، ده حطوها في حفرة عشان اللي ينزل يقتلوه فورا، ان في حالة ذعر وجوع. لكن المجد اللي اسمه تعرف قديش كان عمر دانيال؟ كان عمر دانيال فوق 80 سنة. واو، يعني مش راجل لسه شاب عنده عضلات، يعني ما كان يسوى ولا ثانية من الأسد، أسد واحد بس يضرب ضربة واحدة يكون راح. مظبوط. لكن الظاهر أن الرب ما يهمه شو الحيوان ولا شو الإنسان ولا شو الطبيعة، لأنه هو رئيس الطبيعة، هو المسيطر على كل شيء. بيقولوا بالإنجليزي he's in control، يعني هو اعطيله الكنترول، اعطيله دفة السفينة. ولما تعطيله دفة السفينة مش راح تغرق، مش راح تنزل لتحت، لا ده هو هيقول للبحر الهائج ابكم اسكت تهدى الاحوال. شوف الكلمات المعزية، يعني كيف تعيش من غير هذه الكلمة؟ كيف تعيش وانت مش مسنود على الأزرع الأبدية؟ كيف تعيش في هذا العالم المضطرب بكل مشاكله وما إلك سنيد من فوق؟ أنا بنصحك الليلة إذا ما كنتش قبلت الرب وانت حيران مش عارف وين تروح، رحت كل شيء ما نفع، جرب الرب اليوم، جرب يسوع اليوم. طيب انت جربت اشياء كثيرة، طيب شيء منهم جرب الرب يسوع اليوم. امين. قول له يا رب انا جربت كل شيء وتعبت، انا هلا تعبان كثير، مثقل بالهموم بالمشاكل بالغموم اللي بتغم قلبي كل يوم، ما في شيء بيفرحني، خدها كلها يا رب واعطي لك قلبي هلا في هذه اللحظات. إذا كنت أنقذت 3 فتية كانوا في النار وأنقذتهم، دانيال في جب الأسود أنقذته، بولس وسيلة في السجن يعبدوا الرب ويرنموا أنقذته، فتحت أبواب السجون. إذا من الأشياء وهذه الكتابية اللي بنحكيها تعرف أن الرب غير محدود، قادر على كل شيء وحاضر باستمرار، ويستطيع أن يفعل المعجزة الآن في حياتك. هذا مش كلام في الهوى، هذه كلمة الله الحية لها أجيال وعصور، وكل شعب اتبعها صار في طريق النجاح، كل شعب يرفضها سيصير في طريق الفشل. إذا أمريكا تبعت الرب حسب كلمته هتنجح، إذا أمريكا تركت الرب رح تفشل. إذا بريطانيا العظمى في أيام زماناتها لما كانت بتحمل الإنجيل صارت عظمى، تركت الإنجيل نزلت لتحت صارت دولة، كانوا يقولوا لها جريت بريتن، الأسد التي لا تغرب عن الشمس عن أملاكها، والأسد العظيم القوي صار الأسد الضعيف، وسنانه مخلعة بيقولوا، شايف كيف؟ والحقيقة يعني أنت بتحكي للمشاهدين للأحباء المشاهدين، وأنا بحب كمان أحكي معهم، قول يا أخي المشاهد، مشاكل العالم كثيرة والأمراض كثيرة، مشاكل البيوت كثيرة والطلاق صار أكثر وأكثر، والمشاكل المالية كثيرة، لكن لما نلتجأ إلى الرب يا أعزاء يا أحباء، لما نلتجأ إلى الرب، الرب موجود في كل مكان وقادر أنه ينقذنا ويساعدنا من كل هذه الصعوبات، بس علينا أن نطول المفتاح من الجيبة، المفتاح اللي هو الصلاة، نيجي للرب ونقول له يا رب أنا في عندي هذه المشكلة في حياتي، وإذا بتحب يا أخي يا أختي المشاهدين بتحبوا تتصلوا معنا، إذا في عندكم اختبار الرب تعامل في حياتكم في هذا الاختبار، أو عندكم طلب خاص بدكم إيانا نصلي معكم، إحنا مستعدين هون، إحنا حتى نصلي مع كل واحد بتصل معنا. أمين. ونصلي معك ونطلب من الرب حتى الرب يباركك ويبارك حياتك. أمين. في آيتانا يمكن بتقربنا الموضوع النهاردة، في متى في لوقا 21-28، ومتى ابتدأت هذه يعني الأوجاع والألام والمشاكل في العالم؟ يقول الكتاب فانتصبوا، يعني اعطوا الانتباه، قف انتصب وارفعوا رؤوسكم
ليش؟ لأن نجاتنا لأن نجاتكم قد اقترب. نجاتكم تقترب. الرب جاي. وكل ما تشتد الأمور كل ما يشجعنا نرفع رأسنا لفوق. أمين يا رب تعال. خصوصي إحنا قس يوسف. خصوصي إحنا في هذه الأيام. المشاكل اللي في الشرق الأوسط في كل مكان. والثورات هذه. والثورات والغليان. قديش ناس عم بيموتوا بالآلاف. والغليان وكل المشاكل اللي عم بتصير. أيوه. إحنا كمان إحنا هون منتأثر طبعًا على طبعًا. لأنه إحنا جينا من هناك نتأثر على الشيء اللي بتصير. وهذا التأثير بيأثر على الجميع. فنطلب من الرب حتى يعمل سلامه في الشرق الأوسط. سلام الله الكامل القادر أن يجعل سلامه مش الاتفاقيات. لكن بالرب يسوع أيوة. نستطيع أن ننتصر. أيوة فعلا فعلا. فإذن كمان في آية بتقول في يوحنا 4:25 سيس يعقوب، أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ الرب بيقول أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد. أمين. يعني في مشاكل كتير، في عواقب كتير، لكن اخرج عن ذاتك، بص للصورة الأعظم. أمين. الإنسان اللي يطلع من حاله ويبتدي يعمل عمل الرب يفرح أكتر. يعني لما أنت تساعد حدا بتحس بفرح أنك أنجزت شيء. صحيح. مع أنك أنت عندك مشاكلك، لكن خرجت عن حيز حياتك ومشاكلك ورحت تساعد الآخرين. الكتاب يقول أما تقولون أنه 4 أشهر ثم يأتي الحصاد ودينا منتظرين، هنا أقول لكم ارفعوا أعينكم. يعني بص، ما تبص لحالك، بص لفوق، بص لفوق. أمين. شوف يعني انسى مشاكلك. أمين. والمثل العربي يقول شو؟ إذا نظرت إلى بلوى والآخرين هانت عليك بلواك. فيعني كأن الرب بيقول اخرج عن حيز ذاتك، في شغلات كتير أعظم، في رسالتي، في خدمتي، في إنجيلي، في رفع رايات الإنجيل. تفضل. أمين. أمين. في الحقيقة في آيات كثيرة نقدر ننظر إليها. في بقول هنا في مزمور 37:39 بقول أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب. منحاول مرات بقوتنا. أيوه. بفكرنا فلسفة. بفلسفتنا. حتى نخلص أنفسنا. أيوه. لكن قد ما منحاول لكن نوقع في شبكة العنكبوت. أيوه. مش راحين نقدر نطلع منها. ما راحين له على الشمال ولا يمين. خلاص. Exactly. بالضبط. لكن خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق. أمين. ويعينهم الرب وينجيهم. أمين. ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به. أمين. فالرب ستر لنا. في في بقول في أيوب 5، أنت ذكرت أيوب. أيوه. بقول في أيوب 5:19 بقول في 6 شدائد ينجيك. يس. وفي 7 لا يمسك. آمين آمين. أعزائي المشاهدين، ما أحلاها وما أطيبها كلمة الرب. إحنا ممكن هون نقعد للصبح نحكي عن حسنات الرب والوقت يضيع بسرعة، لأن كتير الإنسان مليان قلبه بغنى الرب وبحسنات الرب وبرضا الرب. طيب زي ما قلت إحنا قاعدين هون لنسمع منكم، أنتم معنا وإحنا معكم. هتخلونا نحكي لحالنا ما بيصير، لأن هذا لايف توك شو، مفروض أن أنتم تحكوا معنا كمان عشان تتكامل ال 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 الجمعية المقدسة مع بعضنا البعض بنعبد الرب. طيب راح ناخد وقفة قصيرة 248-416-1300 فابقوا معنا. شاكرين كل حين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. ما أحلاها كلمة الرب. ما صدقتش إن إحنا الوقت بيمر بسرعة، لأن إحنا بنحكي عن الرب وعن مراحمه وعن أمانته وعن مواعيده. لما بتحكي عن الرب الوقت بيمر بسرعة وما بيساع شيء آخر. الرب يريد يعطينا في بيوتنا إن تكون كلمة الرب هي مركز البيت. أمين يا رب. مواعيد الرب هي مركز البيت.
والرب هو رئيس الأسرة والماسك بدفة الأمور في سيرها. عزيز المشاهد، دي حملة جمع العطاءات، هي آخر مرة رح أتكلم في آخر نص ساعة، حملة جمع العطاءات. بدنا نسمع عنكم، منكم وعن رسالة الأرامية ودعم الأرامية. ما بدي أوصيكم، وزي ما ذكرت أنا ما بحب أحكي كثير عن المصاري، لكن هذا شيء لابد منه لاستمرار الخدمة، لأنه بيكلف. إرسال الإشارة للساتلايت يكلف، حفظ البناية يكلف، الأجهزة بيكلف، العاملين من وراء الستار اللي أنتم مش شايفينهم هلا، لا إحنا نشوفكم وتشوفونا، بيكلف. أشياء كتير في الحياة إلها ميزانية، زي بيتك بالضبط إله ميزانية، هكذا هذه الخدمة لها ميزانية. وإحنا عارفين إن الرب مش راح يتركنا والسفينة راح تسير، لكن إحنا عايزينكم أنتوا معنا في الخدمة، أنتوا زملاء في نفس المركب في نفس السفينة. اللي بدأنا إحنا من البيسمنت في 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 الزمان، الرب هلا حل دفع فتح استوديوهات هون وإمكانيات كتيرة كبيرة، وراح يستمر رغم أي شيء، لأن هذه خدمته، هذه خدمته، مش واقفة على إنسان، وهو بيرعاها وبده يرعاها، بس هو بده أنتوا كمان تكونوا جزء منها. هذا هو الفرح، إذا أنت رفضت تكون جزء راح يشوف واحد تاني غيرك ليكون جزء يعبر عنك، لأن الرب هو عارف، هو عارف أن الأرامية راح تستمر رغم كل الظروف، لكن هو بده إياك أن تكون شريك في خدمة الرب في عمل الرب. ارفع السماعة التليفون قول أنا أعضدكم يا أرامية، أعضدكم برسالة الإنجيل، أعضدكم باسم الرب يسوع، استمروا في خدمة الرب وإحنا وراءكم بنسندكم بالصلاة. أمين؟ أمين. أمين. طيب عندي تليفون، أهلا وسهلا، مين معي؟ معك الأخت ندى. أهلا أخت ندى، تفضلي. مساء الخير. أهلين، مساء النور، كيف صحتك؟ الحمد لله، تفضلي. أنا بحب أحكي مع الأخ يعقوب. تفضلي. أهو معك أهو. هلا هلا. تفضلي. مرحبا يا أخ يعقوب. يا ميت مرحبا. كيفك يا أسيس؟ الرب يباركك. اشتقت لك كثير صدقني، مشتاقين هون فؤاد وأنا. يا ريت أعمل لك زيارة. إحنا صدي مشتاقين. الرب يبارك حياتك يا رب. طيب يا خيي انا بدي ادفع $100، كيف ببعثهم؟ انتظري على التليفون وهم بيعطوك الطريقه، خليك احكي معهم على التليفون، هم يعطوك الطريقه المناسبه. فيري جود. الرب يكون معك وسلمي على الجميع. انت من غير ولايه ولا وينك انت بتحكي من وين؟ انا بواشنطن دي سي. واشنطن ستيت. يس، دي سي. دي سي. دي سي. واشنطن دي سي. دي سي. يعني انا فكرت واشنطن ستيت هذه بعيده كثير عن هون. لا لا، واشنطن دي سي. اهلا وسهلا فيكي، الرب يباركك. الرب يباركك. God bless you. الرب يباركك ويبارك حياتك وسلامنا للجميع. الله معك. اخ عزت، مساء الخير يا اخ عزت، تفضل. رميه، اهلا وسهلا فيك. القناه المفضله. هللويا. امين، الرب يباركك. الرب يبارككم. انا بحب الأرامية خالص، ولما بكون فرحان بقول أدور القناة الأرامية. أمين أمين. هللويا، من أجلكم الرب يبارككم ويبارك. وأنا شايف الإخوة كتار بيتصلوا من جميع الولايات، مشتاقين إن هم يشوفوا القسيس يعقوب. هو موجود، وكلنا هنجمع في السماء يعني. أمين، رب يبارك حبيبي. أمين. أنا حابب أشارك برؤية صغيرة. أتفضل. أتفضل. من فترة يعني الأخ ما فايز بيرنا بترنيمة لا أنا صاحي ولا نايم، قلبك حبك هايم. أمين. فأنا مريت بالهيمان ده، وأنا جاي من كنت في الكنيسة ومروح فرحان. أيوة. ورحت نايم، لا مش لا عايز أنام ولا من الفرح اللي جوايا. أيوة. مش قادر أنام، أنا فرحان. عايز أطلع أكلم الناس عن المسيح وأقول لهم المسيح حلو والمسيح بي. أي أمين أمين. الرب يباركك. جيت أنا على الشط نخلة على شاطئ البحر. أيوة. يعني النخلة مزروع شاطئ البحر، نصها بيرمي البلح. ايوه. على الميه، والنص الثاني بيرمي على الناحيه الثانيه اللي هي الصيف. يعني اللي في الميه ياكل وعلى البحر او البر ياكل. لا لا هكمل لك انا. لا. طيب اتفضل. فشفت اولاد يعني وحشين بيرموا النخله بالطوب. ايوه. وتوجع من الـ من الـ من الـ من النخل نفسها من فوق. بلح ثمار يعني. ايوه. ففي في في ثمار يعني هي بتشير ان الطوبه اللي هي الخطيه بترمي الثمار الحلو الجميل. فبتشير ان في واحده بتقع في الميه، الميه بتعمل تمويجه كده وبتضحك فرحانه.
هو المؤمن لما بيقع وبيطلع بسرعه وبيقبل اي حاجه بسرعه. امين امين امين. وفي الثانيه بتقع على الطينه، الطينه بتوسخها ويقعد زي الخنزير يتمرمط وفي لما بيقوم. فبشجع الاخت اللي اتصلت من شويه وقالت ايوه ايوه انا معاك، بقول لها بس الروح القدس بيبقى مطفي جواك، ما تخليش الروح القدس يبقى مطفي. طبعا. وصلي والرب يحفظك. امين امين. شكرا. الرب يبارك ويباركك عزيزي. سلام سلام معك. طيب اسس يا عوب، احنا كنا بنحكي لسه في موضوعنا النهارده مواعيد الله في الضيقات. صح. وقلنا ان الحصاد كتير وربنا عايز يرفعنا من حيز المشاكل نفسه ونشوف شيء ثاني نفعله. صحيح. بدل ما بقى مهمين افرح، اعمل شيء يفرحك، يفرح يعني قلبك. يعني كثير مرات نقعد نفكر للمستقبل شو راح يصير فينا. ايوه. وبنهتم كثير. عرفت كيف؟ بكره بصير اختيار كبير بالعمر، بكره بطلع من الشغل، بكره بدي ادفع على اجار البيت، بكره بدي، عرفت كيف؟ أيوه أيوه. كل هذه الاشياء متراكمه بتجعلنا وبتجعل عرفت كيف؟ لكن الرب يسوع شو بقول هون؟ وعيد الرب يسوع شو بقول هون؟ وعيد الرب قادم ويساعدنا ويرفع ويساعدنا.